أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط الضوء فيها على التحديات التي تقف في طريق مهمة المراقبين لوقف إطلاق النار في البلاد. بدأ عشرات المراقبين المحليين يوم أمس انتشارهم للإشراف على التزام كافة الأطراف بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت الأمم المتحدة دخوله حيز التنفيذ مساء الأحد الماضي، من محافظة حجة مرورا بمأربة وصنعاء وانتهاء بالبيضاء وتعز. قالت مصادر إعلامية إن المراقبون وصلوا لمباشرة مهامهم التي لن تكون عسيرة كما يبدو، فوقف إطلاق النار لم يتم أصلا بحسب كثيرين في أي وقت من تلك المناطق المحددة في الاتفاق. الوقائع على الأرض سجلت مئات الخروقات في صنعاء وتعز، ولم تتوقف الميليشيا عن محاولة تحقيق مكاسب على الأرض عبر إرسال القذائف والمقاتلين إلى الجبهات، مستندة في ذلك لقاعدة فاوض وتقدم على الأرض لإجبار الخصم على الموافقة على شروطك. كثيرون لا يعرفون ما هو المغزى من الاستمرار في المضي قدما في موضوع إرسال المراقبين المحليين، مع معرفة الجميع أنه لا يمكن للميليشيا أن تلتزم بالهدنة أو التوقف عن إطلاق النار وأعمال الاستفزاز الأخرى بحسب وصفهم. وما زالت آلية عمل لجان المراقبين ومهامهم غير واضحة حتى الآن على الأقل، بما في ذلك طريقة رفع التقارير الخاصة بالخروقات والكيفية التي سيتم التعامل معها ومدى إلزاميتها وجدواها في ملف المفاوضات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في الكويت. التحديات الماثلة أمام عمل المراقبين المحليين لوقف إطلاق النار واحتمالات نجاح أو فشل المهمة هو موضوع حلقتنا في زوايا الحدث. قبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير التالي. على وقع القصف الذي يستهدف المدنيين في تعز ومواقع الجيش والمقاومة في عدة مناطق، تصل طليعة المراقبين المحليين تنفيذا لمراقبة وقف إطلاق النار. وصول المراقبين وما ينتظر مهمتهم من تحديات دفع جملة أسئلة إلى الصدارة حول احتمالات نجاح أو فشل اللجنة في المهمة الموكلة إليها. ذلك أن طريق المراقبين إلى المدن والمناطق التي تتعرض بشكل يومي للقصف والحصار يبدو حتى اللحظة غير معبد. لم تعرف بعد تفاصيل بروتوكول عمل المراقبين التي كان ينبغي مناقشتها ونشرها على وسائل الإعلام، وليس من معلومات حول امتلاكها تفويضا حاسما وموارد بشرية ولوجستية للانتشار على كامل المحافظات ومناطق الصراع. ففي التفاصيل تكمن المعضلة دائما، بعض ملامحها يمكن استقراؤها من خلال تجربة عمل المراقبين العرب في سوريا الذين انسحبوا بعد فشل مهمتهم. 12 مراقبا هم عدد اللجنة المشكلة لمراقبة انتهاكات الهدنة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية في 6 محافظات قبل بدء محادثات السلام المقرر عقدها في الكويت الأسبوع المقبل. مراقبون استبعدوا نجاح اللجان المشكلة هذه في إشارة منهم إلى أن تجربة الميليشيا في الالتزام بالهدن معروفة، لا يتعلق الأمر باختراقها وحسب، وإنما بعدم رغبتها في السلام أيضا. ويرجح البعض قيام الميليشيا بوضع عقبات أمام المراقبين المحليين عبر حدها من حرية حركتهم وفرض قيود على استقلالية عملهم. ذلك أن معظم المناطق التي ستنتشر فيها الفرق ما تزال محاصرة، ومن أجل مهمة المراقبين لوقف إطلاق النار يجب توفر مقاييس رئيسية ترتبط بحرية حركتهم ومنحهم تفويضا بالدخول إلى كل الأماكن التي يرون أنها ضرورية لإنجاز المهمة. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصوف. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. سيادة اللواء، لو تحدثنا عن آلية عمل المراقبين المحليين، هل لديك بعض التفاصيل حول هذه الآلية ومراحل عملها؟ مع الأسف الشديد هي آلية بسيطة وقد لا تتكافأ مع طبيعة المهمة التي تم تشكيلهم من اجلها. كان يفترض ان تحدد اليه عمل اللجنه التابعه واللجان الفرعيه المحليه يعني منذ فتره ماضيه، وان تكون موجوده في الميدان قبل قرار وقبل فتره الزمن المحدد لوقف اطلاق النار بيوم على الاقل يعني او يومين، يتسنى لهم التعرف على المنطقه والشخصيات الاجتماعيه ومن يمكن ان يستفاد منه فيها، لأن الشخصيات الاجتماعية في المناطق التي يشد فيها القتال يعني يمكن أن تلعب دورا إيجابيا مهما فيما يتعلق بتثبيت وقت إطلاق النار أو فضح وبيان المخالفين، سيما وأن هناك الكثير في الأرياف من الشخصيات الاجتماعية المرموقة من لهم موقف سلبي من الحرب،
معنى أنهم يرفضون الحرب ويريدون السلام ولا يعني يقفون مع أي من طرفي الصراع، لا الدولة الشرعية ولا الانقلابيين. لذلك كان يمكن أن يكون لمثل هذه الشخصيات الاجتماعية دور إيجابي في هذا الجانب. على العموم اللجان الفرعية نزلت فجأة ومع بعد سريان وكتلة جنار، واللجان التي تشكلها أثناء فترة وكتلة جنار نعم. وطبعا سيواجهون صعوبات، وكنا نتمنى أن تكون آليتهم أفضل. طيب نعم سيادة اللواء، طيب كم عدد هذه اللجان التي نزلت إلى الآن وإلى أين وصلت بالضبط؟ هي في ثلاث محافظات لا أكثر، يعني ولم تغطي كل جبهات القتال، يعني موجود مثلا في شبوة وفي تعز وفي مارب وفي الجوف. ما فيش حديث عن مثلا ما سمعناش، أنا شخصيا لم أسمع عن لجان فرعية في المنطقة الشمالية الغربية اللي هي مثلا ميدي وحرب وكينجهما. يعني حتى المعلومات حول هذه اللجان الفرعية معلومات غير متوفرة وغامضة وغير معروفة، حتى الآلية نفسها لم تكن محددة بشكل واضح وليست في مستوى المهمة. طيب ماذا عن آلية العمل بين هذه اللجان الميدانية على الأرض وبين اللجنة العسكرية المتواجدة في الكويت؟ حتى اللجنة العسكرية الموجودة في الكويت مكانها مش الكويت، مكانها مفروض كان يكون في البلد في منطقة مركزية تستطيع أن تتصل وتتفاهم مع هذه اللجان بسهولة ويسر. يعني ممكن كان يكون في ضابط ارتباط في الكويت موجود والبقية مفروض يكونوا في الميدان. ثم وهذا هو الأهم، إذا ما توفرت النوايا لإيقاف إطلاق النار فسيتم. أما في حال الخروقات، الخروقات الآن تشمل كل جبهات القتال في تعز وفي إب وفي شبوة وفي حريب وفي بيحان وفي مأرب في صرواح. في صرواح تم الدفع بأكثر من 100 عربة مدرعة وآلية وأسلحة وعتاد إلى جبهة صرواح بالأمس، ولم يتحدث عنها أحد ولم يلحقها لا طيران ولا غيره. يعني وكذلك الحال في منطقة تم اغتيال أحد قادة المقاومة الشعبية الكبار يعني في أثناء وقت ما دمر، وقتل الشهيد العميد زيد الحوري أثناء فترة وقت ما دمر، وتم مهاجرة فرد اثنين أثناء وقت ما دمر. يعني المسألة تتعلق بحسن النوايا من عدمها، أما الآلية فهي أقل من مستوى الحدث وكذلك مستوى اللجان الفرعية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة اللواء. ينضم إلينا الآن لإثراء النقاش المحلل العسكري والسياسي الدكتور علي صالح الخلاقي. مساء الخير دكتور. مساء الخير. دكتور هل يمكن التعويل على مسألة نشر المراقبين للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المحافظات، وهل يمكن القول أن هذه الخطوات تشكل تقدما على طريق إيقاف الحرب؟ شكرا لك ولضيفك الكريم اللواء محسن خسروف وللمشاهدين الكرام. والحقيقة أن الهدنة التي أعلن عنها ربما هي ظاهرة إعلامية أكثر مما هي ظاهرة على مسرح العمليات، حيث نسمع عن خروقات تجاوزت 250 في مختلف الجبهات. وفي تقديري الشخصي أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع تستغل عدم فعالية طيران التحالف لتزيد من تحركها في مختلف الجبهات، وهذا ما تبين في جبهة نهم وفي الجوف وفي صرواح وفي شبوة وفي غيرها من وبالذات تعز أيضا التي نسمع أن المعارك لم تتوقف لحظة وأن المواطنين هناك لم يشعروا بأي هدنة على الأرض. لذلك كنا نعول أن هذه الميليشيات وقوات المخلوع ستنصاع للقرارات الدولية، خاصة بعد تأكيداتها للمبعوث الأممي، ولكنها كعادتها تمارس التضليل وتحاول أن تحرز نجاحات على الأرض، سواء في استعادة بعض المواقع التي فقدتها لتعزز مواقفها في أي مشاورات قادمة. وهذا ما ينبغي أن تتنبأ له قوات السلطة الشرعية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات،
وكذلك يجب أن لا يغيب عن بال قوى التحالف العربي التي أكد الناطق الرسمي بها بأن طيران التحالف سيكون جاهزا للرد على أي خروقات، وهذا ما يتطلب أيضا حتى لا تستمر هذه الخروقات ونفقد الكثير من المواقع نظرا لقوة الدفع التي تحاول هذه القوات أن تستغل فيها هذه الهدنة. طيب دعني أعود إلى سيادة اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء، يعني ما هو المغزى من الإصرار على يعني إرسال هؤلاء المراقبين ووجود لجنة عسكرية في ظل خروقات واضحة للهدنة كما تفضل الدكتور الخلاقي، وهي يعني تجاوزت 200 هذه الخروقات خلال الأيام الماضية؟ ما هو المغزى من استمرار إرسال هؤلاء، ويعني ما هو ما الذي يفهم من موقف الأمم المتحدة من ذلك؟ واجب أو ذرة مد في العيون لا ندري. يعني إذا كان مثلا كان من الشروط المهمة بالنسبة للحوثيين واعتبروها مبدئيا هو إيقاف حركة الطيران أو حتى التحريق أثناء فترة إطلاق النار، فيما أصرت قوة التحالف وقيادة التحالف على أن تحريق الطيران أمر لازم وضروري، لأن وقت إطلاق النار يشمل المعركة الهجوم ويشمل تحريك القوات ويشمل المدد. طيب تحركت قوات من منطقة إلى أخرى، وكما قلت لك في الحديث في الفترة السابقة أكثر من 100 عربة مدرعة وناقلات جنود ودبابة ومدفعية تحركت إلى سروح لم يمسكها أحد. النصر العقيد النصر الربية قتل في هذه الفترة أحياء تعز المدنية والمناطق المعسكر ومحيط المعسكر اللواء 35 وكل المناطق تعز تعرضت للقصف والهجوم والهجوم المباشر، لكن المقاومة طبعا أكثرتهم وقدمت تضحيات غير عادية. إذا أنا أتصور أن هناك طبخة ماء تجري وشياطها يسكم الأنوف، طبخة ماء تجري في الخفاء للوصول إلى اتفاق أو محاصصة أو أي شيء من هذا القبيل. طيب سيادة اللواء، يعني بسؤال أخير، هل تعلم الحكومة أو تدرك الحكومة هذه المخاطر أو ما أسميته بالطبخة التي تدور في هذه الأماكن، أم أنها تعتمد على حسن النوايا في التعامل مع الأمم المتحدة ومع الميليشيا أيضا؟ يا عزيزي، عملية السلام عملية مطلوبة شعبيا عند كل الناس، الناس كلهم يريدون السلام، والجميع يقول أن اليمن يتسع للجميع، هذه مسألة لا خلاف عليها، ولكن شروط أو الشرط الرئيسي للوصول إلى هذه الفكرة إلى أن اليمن يتسع الجميع إلى الشراكة إلى المحاصصة هي تطبيق القرار 22/16. إذا ما طبق هذا القرار فاليمن يتسع الجميع، ولا أحد يستطيع أن يستأصل أحد من اليمن أي كانت الظروف ومهما كانت الإمكانيات المتاحة. شكرا كثيرا. رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصوف، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى دكتور علي الخلاقي. دكتور، يعني هناك من يتحدث، إذا ما افترضنا وجود فائدة فعليا من وجود هؤلاء المراقبين، هناك من يتحدث عن أن الميليشيا تضع العراقيل أمام عمل هؤلاء المراقبين ويمكن أن تنسحب هذه اللجنة في حال تعثرت. يعني هل هناك ما يشير إلى قدرة المراقبين المحليين إلى تجاوز كل العثرات باعتبارها مسنودة من قبل الأمم المتحدة؟ وهنا يعني أركز على تحديد حسن النوايا في هذه الناحية. حسب معلوماتي، أولا أن هذه اللجان لم تشمل كل المحاور القتالية، وهي ما زالت غائبة في كثير من المواقع التي شهدت هذه الخروقات وربما استمرار المعارك كما هو الحال في تعز. ثم عندما يعيب هذه اللجان هي استقرارها للمراقبين الدوليين واقتصارها على مراقبين محليين ربما تنعدم فيما بينهم الثقة، حتى وإن ادعى البعض أنها تم التوافق عليها، لأننا في مرحلة مجابهات، ومع ذلك نحن نأمل خيرا أن يسود السلام وأن تكف الحرب عن العمل، خاصة بعد أن وصلنا إلى مرحلة من
الدمار والخراب الذي سببته هذه الميليشيات الانقلابية في جميع المدن التي اجتاحتها، سواء التي تم تحريرها أو تلك التي ما زالت تحت الحصار. ولكن الخشية كما نعرف أن هذه الميليشيات تجيد المناورة والمراوغة، وهذا ما ينبغي أن تتنبه له السلطة الشرعية أيضا، باعتبار هذا الشكل من الجهود السياسية والسلمية هي جزء من المعركة، وتستخدمها وتستثمرها هذه الميليشيات للالتفات على القرار الدولي، وتسعى ليس إلى تنفيذ القرار ولكن إلى حرفه عن مساره وبدء مشاورات تلغي هذا القرار وتضمن لها شراكة. فأي شراكة يمكن أن نتحدث عن ميليشيات نهبت وانقلبت على السلطة الشرعية وسرقت سلاح الدولة واجتاحت المدن؟ أعتقد أن هذا يتناقض مع يعني المنطق ومع ما يأمل إليه الشعب اليمني، سواء في الشمال أو في الجنوب، الذي يطمع إلى شكل جديد من العلاقة السياسية والشراكة القائمة وفقا للأسس التي سيتم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من هذا الكابوس، كابوس الميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع التي تعرف الآن أين مكامن الضعف، نظرا لأن الجيش الرسمي هو جيش المخلوع، أما الجيش الوطني الذي نتحدث عنه فما زال في طور البدء من مكونات المقاومة، سواء المقاومة الجنوبية أو المقاومة في الشعبية في المحافظات الشمالية، وربما بقايا ممن تنصلوا عن جيش المخلوع. ولذلك أعتقد أنا أنه لابد من الحذر في تنفيذ الهدنة والتنبه لأي خروقات حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة أشد ضراوة مع هذه الميليشيات التي قد بدأت قواتها في الهزائم المريرة في أكثر من جبهة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. ينضم إلينا الآن الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. أستاذ سليمان، أستاذ سليمان، هل تسمعني؟ أستاذ سليمان؟ نعم، أستاذ سليمان مساء الخير. أهلا وسهلا، تسمعني أستاذ سليمان؟ أستاذ سليمان، كيف تنظرون إلى مسار الهدنة حتى اللحظة على الرغم من استمرار الخروقات من جانب الميليشيا في أكثر من منطقة ومحافظة؟ إذن يبدو أن الأستاذ سليمان لا يسمعني أو هناك مشكلة معينة. إلى حين حل هذا المشكلة أعود إلى الدكتور الخلاقي. دكتور، يعني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال أن استمرار الخروقات والتصعيد العسكري واستمرار تدفق التعزيزات العسكرية من قبل الميليشيا يهدد المشاورات المقبلة. هل يعني تتفق مع هذا الطرح؟ بكل تأكيد، وهذا ما رأيناه من هذه الميليشيات في كل الهدن السابقة منذ أول هدنة في عدن، أثناء ما بدأت تلك الميليشيات في تجرع مرارة الهزيمة من قبل المقاومة الجنوبية، وإلى هذه اللحظة التي نقرأ ونطالع في عناوين الأخبار عن تلك الخروقات المستمرة. لا شك أن النية غير موجودة لدى هذه الميليشيات، ولو كانت النية موجودة فعلا وتريد أن تنفذ هذا القرار الأممي لكانت سلمت بمتطلبات هذا القرار بدون تلقوا وبدون التفاف أو محاولة الاستفادة من الوقت وطرح شروط ربما تخل بمتطلبات هذا القرار. نحن مع تنفيذ القرار الأممي، لأن بقاء هذه الميليشيات مسيطرة على المدن وعلى سلاح الدولة، أو حتى بقائها تمتلك هذا السلاح بعد انسحابها من المدن، يعني أن التهديد لا زال قائما، وربما تستعيد أنفاسها وتلتف على هذا القرار. نعم دكتور. الأممي وعلى المسيرة السلمية التي يطمح إليها الكل في المستقبل القريب بعد الخلاص. نعم دكتور. طبعا من هذا الكابوس.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. يعود إلينا الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العاقلي. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء الخير لك ولضيوفك ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم أستاذ سليمان. كيف تنظر إلى مسار الهدنة حتى اللحظة؟ يعني هناك استمرار في خرقها من جانب الميليشيا في أكثر من منطقة ومحافظة بحسب ما أورده الكثير من الراصدون المحليون، أنت كيف تنظر إليه؟ أعتقد أن الحوثيين يحاولون تحقيق انتصارات مفاجئة في ظل يعني الاسترخاء الجيش الحكومي والمقاومة الشعبية، يحاولون تحقيق إنجازات عسكرية تساعدهم على فرض شروطهم على الحكومة. هذا واضح يعني، وهي خطة يعني نسمع فيها قبل المفاوضات صراع عسكري، سواء تعلق الأمر في سوريا أو في صراعات عسكرية سابقة. دائما عندما تقترب المفاوضات تشتد القتال وتخرق الهدن، وانا اعتقد انه هذا جزء من لعبه المفاوضات، وهي بالفعل يعني ماده للمفاوضات بحيث تقوي طرفا ضد اخر. ولذلك فانا لا استغرب الحقيقه، لان الحوثيين عمرهم ما التزموا بالهدن ولم يكونوا اصلا معنيين بإيقاف وقف إطلاق النار، وأنا على قناعة بأنه إيران يعني تضغط عليهم لعدم إيقاف الحرب. إيران الآن في اشتباك إقليمي كبير، الآن إيران تهيئ لانقلاب عسكري في بغداد، وهي تريد خط بري إلى سوريا، فكيف توقف القتال في اليمن؟ هذا مستحيل، لأن الذي يحارب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليسوا حوثيين فقط، الذي يحاربون هي الإرادة الإيرانية التي تريد أن تبسط هيمنتها على الجزيرة العربية وعلى الشام والعراق والخليج. هذا مشروع ضخم جدا، وأنا قلت في حديث اليوم لجريدة الشرق القطرية، قلت أن الصراع مع إيران مزمن وطويل ولا ينفع معه إلا الصبر الاستراتيجي. لذلك أنا لست متفائلا كثيرا في مفاوضات الكويت، ولو أني يعني أعتقد أنه ممكن أن تكون أكثر جدية من سابقاتها. نعم، اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ سليمان. أعود إلى الدكتور علي الخلاقي. دكتور علي، يعني في ظل الواقع الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ويعني كذلك ضمن مشاركة الأستاذ سليمان العقيلي، ما هي الخيارات المتاحة لدى الحكومة عسكريا وسياسيا؟ كل الخيارات مطروحة عزيزي في مثل هذه المعركة. كما أسلفت القول أن هذا الشكل من أشكال السعي لمشاورات لتنفيذ القرار الأممي والالتزام بوقف إطلاق النار أو الهدنة هي جزء أيضا من المعركة. فإذا أثبت الطرف الانقلابي وميليشيات الحوثيين تحديدا وقوات المخلوع حسن نواياهم على الأرض، فيجب أن يعاملوا بالمثل. أما حين تبدأ خروقاتهم فعلى قوات الشرعية وعلى المقاومة الشعبية في كل الجبهات أن تكون مستعدة للرد، لأن تركها تتطاول على هذه الالتزامات التي أبدتها هذه المرة وأكدتها ربما بصورة بدت في القنوات الإعلامية وكأنها جادة للجنوح للسلم. هذه الممارسات تفضح كذبها وزيفها، وأنا شخصيا كما أسلفت القول لا أثق بنوايا تلك الميليشيات، ومع ذلك فأنا نأمل ربما أن تجد بعض العقول في هذه الميليشيات ما يمكن أن تطرحه لتجنب المحافظات التي ما زالت تحت سيطرتها الكثير من المآسي والخراب والدمار
الذي تركته بعد انسحابها من كل المناطق المحررة ومن تلك المناطق التي ما زالت تحاصرها، وخاصة تعز التي تئن الآن من القصف والتدمير الذي ما زال ساريا حتى اللحظة. نعم. وهذا ما يتناقض مع أوليات الهدنة التي يعقد عليها المجتمع الدولي آمالا كبيرة، ولكنها تخيبها هذه الميليشيات مثل هذه التصرفات الراعنة. المحلل السياسي، ولذلك على مؤسسة الجيش الوطني مرة أخرى أقول، ومعها المقاومة الشعبية وكذلك التحالف العربي، أن يكون متأهبا للرد، لأن هذا أيضا ضمن الشروط الهدنة، في حالة أي انتهاك يجب أن يكون الرد بالمثل. فلا نترك هذه الميليشيات تعبث بنا وكأنها هي التي تملك زمام المبادرة، خاصة وأننا نعرف أنها قد أوشكت على الهزيمة وفقدت الكثير على الأرض، وفقدت أيضا خطوط الدعم الإيراني الذي كانت تصل إليها بحرا وجوا، وهذا من عوامل الضعف التي ربما ستكون لصالح السلطة الشرعية والمقاومة الشعبية. المحلل السياسي والعسكري دكتور علي صالح الخلاقي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الكاتب الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، يعني مؤخرا نشرت وثيقة مسربة فيها يعبر الحوثيين عن تثمينهم لدور المملكة العربية السعودية في وقوفها مع الشعب اليمني، ما مدى صحة هذه الوثيقة بداية إذا كان عندكم معلومات؟ أنا في الواقع لم أسمع عن هذه الوثيقة، ولكن في الحروب ينبغي أخذ الحذر من مثل هذه التسريبات. أنا الحقيقة يسعدني أني أسمع من أي طرف يمني تقديره لدور السعودية واحترامه لجار اليمن المملكة العربية السعودية، لكنه أنا لم أطلع على شيء من هذا. طيب. وعلى كل حال إذا كان هذا صحيحا فقد يكون تكتيك سياسي من أجل العمل على تطمير المملكة العربية السعودية وليس تحييدها. هل تعمم ذلك على أي تحول نعم أستاذ، هل يعني تعمم ذلك على أي تحول في مواقف الحوثيين من السعودية بشكل عام، أم أنها تأتي كنتيجة لنجاح التفاهمات التي تمت؟ أعتقد أن الحوثيين يخوضون تكتيكات سياسية مع المملكة العربية السعودية مشابهة لما خاضوا حلفائهم في لبنان من أجل تحقيق مكاسب أو يعني جر المملكة إلى أن تضغط على الحكومة لتنازلات. أنا أعتقد أن هذا يأتي في إطار التكتيك السياسي، وأنا في الواقع أحذر من يعني الفكرة بأن الحوثيين يعني ليست لديهم رؤية سياسية. بالفعل هم ليس لديهم رؤية سياسية، ولكن ليعلم الجميع أن لديهم خبراء من حزب الله وخبراء إيرانيون يوجهونهم ويخططون لهم، وهؤلاء الخبراء لديهم ثقافة سياسية عالية وخبيرة في شؤون المنطقة وفي معرفة طريقة بناء المواقف السياسية. طيب استاذ سليمان، يعني هذا من ناحية خارجية، هذا من ناحية خارجية. اذا ما يعني تحدثنا عن الداخل، يعني هناك الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي يعني تشير الأحداث إلى أنه تم تجاوزه في معظم ما تم إنجازه حتى الآن على مسار هذه التسوية. هل تعتقد فعلا أن يعني الحوثيون يعني يقومون بتجاهل صالح إلى حد كبير في هذه الموضوعات، أم أن هناك اتفاق على تبادل أدوار معين بينهم؟ أنا يعني أميل إلى لعبة الأدوار، لأنه في واقع الأمر يعني علي عبد الله صالح ساعد الحوثيين كثيرا، وأعتقد أنه الحوثيين لوحدهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، وأنا أميل في واقع الأمر إلى
يعني تبادل ادوار بينهم وبين علي عبد الله صالح، رغم انني اتمنى انه يكون بعدهم عن علي عبد الله صالح صحيح، لانه علي عبد الله صالح هو اس وجوهر ومصدر الازمه السياسيه في اليمن منذ عام 2011. ومع الاسف الشديد ان يعني الخليجيين كانوا يعني يعتقدون انه المبادره الخليجيه ستنهي الازمه، وعلي عبد الله صالح سيكون يعني خارج اللعبه، ولم نصدق هذا التوقع اطلاقا، وقد تعاملوا مع علي عبد الله صالح بحسن نيه غير مطلوبه في السياسه. يعني السياسه ينبغي لا يكون رائدها النوايا الحسنه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات بقية أفراد طاقم العمل التحريري والفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.